طيب، نسخة الويندوز نزلت معانا. المرحلة التانية ان احنا نحرق نسخة الويندوز، ومعنى كلمة حرق ان احنا ننزلها على اسطوانة او USB فلاشة يعني. وطبعا انا من وجهة نظري موضوع الاسطوانة خلاص موضوع قديم جدا وبطيئة أصلا في الشغل. فدلوقتي النظام إن أنت تنزل الويندوز على الفلاشة بقى أفضل وأسرع، يعني بدل ما كنت بتنزل مثلا نسخة الويندوز في ساعة إلا ربع، دلوقتي أعتقد تلت ساعة بكتير أوي تكون نسخة الويندوز نازلة من خلال الفلاشة. طيب، إيه اللي محتاجينه عشان نحرق نسخة الويندوز اللي إحنا عملنا لها داونلود على فلاشة؟ أولا إحنا محتاجين أي فلاشة تكون ما تقلش عن 4 جيجا. هنحطها هنوصلها في الجهاز بتاعنا، ومن خلال الأداة ديت طبعا هو قاري الفلاشة بتاعتي من هنا ان هي متوصلة. لو انت موصل اكتر من فلاشة افتح هيظهرولك واختار الفلاشة اللي انت عايز تحرق عليها الويندوز، بس خلي بالك ان الداتا اللي عليها هتتفرمت، فما تحطش فلاشة يكون عليها داتا مهمة. طيب، من خلال الزرار سيلكت هنحدد له المسار بتاع نسخة الويندوز اللي احنا عملنا لها داونلود. طبعا انا حاطط نزلت نسخة الويندوز على فولدر على الديسكتوب اسمه انستول ويندوز 7 أو وين 7. هنفتح سيلكت وهنختار المسار ده، هنختار ديسكتوب ونختار الفولدر اللي اسمه انستول ويندوز 7 أو وين 7، وهو قاري الملف هو بتاع الويندوز هنحدده ونقول له اوبي. كده هو حدده، حط نسخة الويندوز اراها اهي. الاوبشن ده هنسيبه زي ما هو. في نقطة بقى مهمة جدا، احنا اتفقنا مع بعض احنا عايزين نحدد نوع تقسيم الهارد، هل هو GPT ولا MBR. طيب، الميزة في التولز ديت ان هي بتحدد لك انت ممكن تعمل الويندوز يدعم اي نوع تقسيم من الهاردات. فلو الهارد بتاعك بيدعم الـ MBR اختار الـ MBR، بيدعم الـ GPT اختار الـ GPT. الميزة اللي انا بقول عليها ان الخطوة ديت بتوفر عليك ان انت تعمل تحويل للهارد بتاعك وتضيع الداتا بتاعتك كلها. فبما اننا احنا شفنا الهارد بتاعي ان هو بيدعم الـ MBR هنقول له هتخليها MBR تمام كده، وهنسيب هنا الاعداد زي ما هي ونقول له Start. هنا الورنينج بتاعته ان هو هيدلت كل حاجة، كله اوكي. هياخد الوقت بتاعه. تمام كده احنا خلصنا حرق نسخة الويندوز على الفلاشة بتاعتنا. هنقول كلوز.
كده فلاشتنا جاهزة ان احنا نسطب من خلالها الويندو.